بروفيسور روبرت أهلا بحضرتك. طيب خلينا نبدأ على طول. بداية ماذا تقصد بالعسكرية السلطانية؟ وما هي علاقة السيسي بالجيش؟ من هذه المسافة من الصعب جدا أن نعرف العلاقة بالذات. ربما هي الحرب وهي متابعة لما من سبقه، ما عدا أن الرئيس مرسي كل من سبقه كانوا ضباط عسكريين، والآن أتى المخابرات العسكرية السيسي، لذلك هو كان محضر بشكل أفضل ليعرف ما يحدث فعلا في الجيش المصري أكثر بكثير مما سبقه، لأنه في من المخابرات، ولذلك لديه ثقة في حكمه السلطاني للعسكر. وما أيضا وما لم يشعر بأن هناك حاجة ليكون هناك دعم غير الدعم العسكري، لذلك بشكل أساسي هو أكثر مقاومة لأي انقلاب ممن سبقه، وفي ذات الآن هو حبيس الجيش أكثر من من سبقه، إذن هو وكأنه السلطان. نعم لديه السلطة، و على أساس هذه الوكالة العسكرية فهو من دونها ليس لديه أي قاعدة سياسية، إذن هو في الزاوية. إذن هذه علاقة شديدة وسيكون عرضة لضغط متزايد، فقط لأنه لا يستطيع أن يتخلص من هذه العلاقة ببساطة مع الجيش. بروفيسور روبرت، يعني فيما فهمت من كلامك بروفيسور روبرت من كلامك أن الخلفية التي أتى منها السيسي أنه أتى من جهاز الاستخبارات العسكرية هي التي تتحكم في تعامله مع قادة القوات المسلحة ومع الدولة بشكل عام، وأنت ترى أن عبد الناصر وسادات مثلا أتيا من سلاح المشاة، لكن هذا لا يمنع أن عبد الناصر أيضا كما هو ثابت تاريخيا كان يتجسس على ضباطه وعلى قيادات الضباط وكان يسجل للجميع. فما الفارق إذن ما بين سلاح المشاة ومن أتى من سلاح الاستخبارات؟ كلهم سواء فيما أرى. ليس بالضبط، لأن في حالة عبد الناصر والذي أنشأ الخدمة العامة للمخابرات والسادات الذي أنشأ القوة المركزية، هم نحتاجوا إلى أن يوازنوا الجيش بالضبط، لأنهم ليس يشعرون بأنهم متحكمين به. وعبد الحكيم عامر هو من كان في حالة السادات، هو من استمر في التحكم بهذه الأمور، وهو من دافع عن عبد الحليم أو هو من عمل ضد عبد الحليم أبو غزالة، وبذلك وضع في هذا المكان الجنرال طنطاوي الذي هو كان سجنه، لأنه كان طنطاوي كان ضعيف وكان يحصل على دعم الجيش، وكان وفي حالة عبد الفتاح السيسي كان لا يوجد أي وسيط بين السيسي والجيش، لأنه هو القائد المباشر للجيش، هو أزال أي من يمكن أن يلعب دور عامر أو أبو غزالة، هو يستطيع القيام بهذا لأنه أتى أساسا من المخابرات العسكرية، وهذا ما هو العلاقة مباشرة مع الضباط وله أيضا القيادة عليهم، وهذا وضع مختلف، وهذا يجعله كما أقول يجعله أقوى في حكمه على العسكر مما سبقه.